تفتكر هتلاقي المواصفات الرئيسية اللي تتمناها في مصر في مرشحك؟ والله أتمنى كده إن شاء الله يعني. طيب حضرتك هتشارك في تنفيذ البرنامج الانتخابي بتاع الرئيس اللي قادم إن شاء الله؟ أكيد طبعا. وإيه مدى توقعات حضرتك للفترة القادمة في ظل وجود الرئيس الجديد؟ والله إن شاء الله أتوقع استقرار بإذن الله. تفتكر حضرتك إيه هي مدى نزاهة سير العملية الانتخابية من وجهة نظرك؟ والله لغاية دلوقتي الشكل العام بيقول إن كل شيء ماشي كويس. لغاية دلوقتي اللحظة الحالية في تأمين كويس، في حرية في إبداء رأي. يعني مرحلة ما ظهرتش في مصر قبل كده. تمام، إيه موقف حضرتك لو فاز أحد الفلول؟ والله أصل الفلول دي كلمة أطلقوها، في أساسا إخوان المسلمين أساسا فلول بقى. يعني فلوت دي كلمة أطلقوها كده، يعني احنا تبعنا الأصلح، ما فيش حاجة اسمها فلوت ومش فلوت، فلوت ده واحد أساسا مصري، يعني مش كل واحد يشتغل مع حسني مبارك يبقى فلوت. طب هم أخوان المسلمين كانوا في ناس منهم كانوا أساسا ماشيين مع النظام من زمان يعني. تمام، طب لو حضرتك المرشح مقتنع بيها يعني حضرتك لو مرشح لانتخابته وما فاز يعني هيبقى إيه موقف حضرتك؟ هدعم اللي فاز طبعا. تمام، رسالة تمام. طب وايه هي حضرتك في رساله معينه توجهها للرئيس القادم؟ والله اقول للرئيس القادم اهم حاجه في الشارع المصري اللي هو يظبط الامن يعني بعد كده الاقتصاد بتاع البلد. تمام، طبعا المشاكل الموجوده المعروفه. طب حضرتك تحب توجه رساله للمرشحين الغير فائزين في الانتخابات؟ يدعموا المرشح الفائز، يقفوا جنبه، ما يحاربوهوش عشان يبقى كلنا في مركب واحده. تمام، شكرا. حضرتك واجبت مواصفات الرئيس اللي تتمناه لمصر في مرشحك؟ نعم. تمام، هل حضرتك هتشارك في تنفيذ البرنامج الانتخابي بتاع الرئيس؟ اتمنى. تمام، ما مدى توقعاتك للفتره القادمه في ظل الرئيس الجديد؟ ان شاء الله خير. تمام، ما مدى نزاهه سير العمليه الانتخابيه من وجهه نظرك؟ 100 100. طب هيكون ايه موقف حضرتك لو فاز احد الفلول؟ لا هننزل الميدان. تمام، يخرب بيته. تمام، طب لو حضرتك المرشح اللي حضرتك انتخبته ما نجحش ايه هيكون ردة فعل حضرتك؟ اقول ان اللون اللي انا مشعور هعمل ايه يعني. تمام، طب في حضرتك اي رساله تحب توجهها للرئيس القادم؟ اقول له اتق الله فينا. تمام، في مصر كلها. تمام تمام، طب اي رساله للمرشحين الغير فائزين في الانتخابات؟ اقول لهم بقى يعني تعاونوا بقى، هاتوا البرامج بتاعتكم ساعدونا بيها. هتودوها فين يعني؟ هتخللوها؟ تمام، هاتوها يلا يعني ما تبخلش بيها، يمكن حاجه عندك تنفع عندنا برضه. شكرا. شكرا لله. حضرتك وجدت المواصفات اللي تتمناها في الرئيس بتاع مصر في مرشحك؟ ان شاء الله. تمام، هل حضرتك هتشارك في تنفيذ البرنامج الانتخابي بتاع الرئيس القادم؟ ان شاء الله. ما مدى توقعات حضرتك للفتره القادمه في ظل وجود الرئيس الجديد؟ اكثر من 50% احسن من قبل كده. تمام، تفتكر حضرتك ايه هي مدى نزاهه سير العمليه الانتخابيه من وجهه نظرك؟
ايوه. هل حضرتك هتشارك في تنفيذ البرنامج الانتخابي بتاع الرئيس القادم ان شاء الله؟ ان شاء الله. تمام، ما مدى توقعات حضرتك للفتره القادمه في ظل وجود الرئيس الجديد؟ ان شاء الله خير باذن الله للشعب، مصلحه كبيره باذن الله. تمام، تفتكر ايه هي حضرتك مدى نزاهه سير العمليه الانتخابيه من وجهه نظرك؟ ان شاء الله خير باذن الله. لا بقول لك نزيهه ولا ممكن نزيهه؟ لا ان شاء الله نزيهه باذن الله. طيب تمام، حضرتك هيكون ايه رده فعلك لو فاز احد الفلول؟ رايي انا الشخصي ان هيبقى فيه تزوير. تمام، طب لو حضرتك المرشح تتوقع ثوره من البحر المتوسط لحد حدود السودان؟ تمام. طب لو حضرتك، لو المرشح لحضرتك هتنتخبه ما فازش في الانتخابات هيكون رد فعل حضرتك؟ مش مشكله، الامانه والاخلاص. طب يبقى انا عملت اللي عليا واديت صوتي من اللي انا مقتنع بيه. تمام، طب حضرتك تحب توجه اي رساله للرئيس القادم؟ يبقى انت بتمشي من الكلب، انت بتمشي من الكلب. طلع من الكلب دول ان شاء الله كده. الكلب حاجه كويس؟ اللي هو يحاول بقدر الامكان انه يعني شوف انت بتاكله لو موجود دايما يستشير العلماء في الشغل بتاعه عشان يكون موافق للشريعه الاسلاميه ان شاء الله. تمام، طب حضرتك بالنسبه للمرشحين اللي هم مش هيفوزوا في الانتخابات او بعد ما الانتخابات تخلص واحد اللي هيفوز والباقيين مش هيفوزوا، تحب حضرتك توجه لهم اي رساله؟ لا، احنا نوجه بقى رساله للرئيس الجديد ان هو يستفيد من الناس اللي هي ما فازتش، لان مناصب الدوله وكده، الدوله اصلا فيها مناصب بالالاف، يعني عايزين واحد بس عشان تبقى الامه مجتمع عليه والباقي ان شاء الله يستفيدوا منهم برضه. معناه انه ما فازش معناه انه مش هيستفيد بيه. محتاجين عندنا حكومه وعندنا وزراء مؤسسات وهيئات يعني. تمام، ماشي، شكرا. العفو.